بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة ونكاح الشغار لا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المصنف هنا يذكر الأنكحة الباطلة. ذكر أولا نكاح المتعة، وهذا لا يعرف إلا عند الشيعة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم مجمعون على بطلانه. ونكاح المتعة معناه أن يتزوج المرأة مدة معينة، يتزوجها مدة معينة، نكاح مؤقت إلى أجل، وهذا باطل بإجماع المسلمين، لأن النكاح لا يتأجل، وإنما النكاح يكون على نية الاستمرار والدوام ما دامت العشرة بين الزوجين مستقيمة، فإن النكاح يستمر. وإذا ساءت العشرة بينهما ورأى الزوج أن البقاء على النكاح لا مصلحة فيه، جاز له أن يطلق. وأما النكاح الذي يؤجل بأجل، إذا تم الأجل انتهى العقد، فهذا باطل، وهو ما يسمى بالمتعة، ومن استحله فهو كافر. من استحل نكاح المتعة فهو كافر. النوع الثاني من الأنكحة الباطلة نكاح الشغار، وهو أن يتزوج المرأة في مقابل المرأة الأخرى، يجعل كل من المرأتين في مقابل الأخرى بدون صداق، يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا صداق بينهما، فهذا باطل، وهو نكاح الشغار. سمي شغارا لخلوه من المهر، لأن فيه هضماً لحق المرأة وإخضاعاً لها لرغبة وليها، ولا يكون لها اختيار، وإنما وليها يخضعها لمصلحته هو، فيتزوج بها زوجة ويزوجها لآخر بالمقابل. فهذا شغار بإجماع أهل العلم وهو باطل. أما إذا كان هناك صداق، هناك صداق لكل امرأة من المرأتين، صداق المثل، فهذا اختلف العلماء فيه هل هو من الشغار أو لا. المذهب أنه ليس من الشغار، لأن ابن عمر راوي الحديث فسر الشغار بأنه أن يزوج الرجل موليته في مقابل أن يزوجه الآخر موليته، ولكل منهما وبدون صداق، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته بدون صداق. هذا هو تفسير ابن عمر راوي الحديث للشغار، فدل على أنه إذا كان هناك صداق زالت المظلمة وحصل للمرأة حقها، فلا يكون شغارا. وذهب بعض العلماء إلى أنه شغار ولو كان هناك صداق، قالوا إنه شغار مثل الصورة الأولى، والصداق لا يغير الحكم. وهذا تفسير من الراوي واجتهاد منه، ليس هو منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإنما هو تفسير من الراوي، فيكون الشغار عاما فيما فيه صداق وما ليس فيه صداق. هذا هو الرأي الثاني. المذهب الأول تفصيل. نعم نعم. وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا صداق بينهما لما روى، ولا صداق بينهما. نعم. لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. هذا تفسير الشغار، أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق، وإنما تكون امرأة في مقابل امرأة. ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفاً في الآخر فلا يصح، كما قال ابني ثوبك على أبيعك ثوبي. نعم، لأنه جعل أحد العقدين مشروطاً بالآخر معلقاً عليه، فهو مثل البيع المعلق على البيع، كما لو قال بعني سيارتك على أن أو أبيع عليك سيارتي، أبيع عليك سيارتي على أن تبيعني أنت سيارتك. لا، لأن هذا معنى بيعتين في بيعة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا باطلا في البيع ففي النكاح من باب أولى. نعم. مسألة. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة، قال الترمذي. ثالثا من الأنكحة الباطلة نكاح التحليل، ونكاح التحليل معناه أن يطلق امرأته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فيتفق مع رجل على أن يتزوجها من أجل أن يحللها له، تزوجها ويدخل بها ثم يطلقها من أجل أن تحل للأول. هذا هو نكاح التحليل، وهذا نكاح باطل، لأنه ليس القصد منه النكاح، وإنما القصد منه الحيلة على تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع، فيتزوجها الثاني على نية البقاء والاستمرار، ثم يبدو له أن يطلقها، يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل طمعاً بها، لكن لا يتناسب هو وإياها، ثم يطلقها من أجل أنها لا تناسب له، لا من أجل أن يحللها للأول. فإن كان في نيته أو شرط أنه إذا حللها للأول يطلقها فهذا نكاح باطل وهو نكاح التحليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار، تيس المستعار، هذا الرجل الذي يحلل المرأة لزوجها مثل التيس المستعار، تهجينا له وتهوينا من شأنه، أنه ليس بالرجل ليس بالرجل المحترم، وإنما هو رجل يستعار لتحليل النساء، هذا ذلة له واحتقار له، ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنكاح باطل، نكاح المحلل باطل. نعم. ولا تحل للأول، لا تحل للأول، لأنه لم يحصل النكاح المطلوب الذي شرطه الله عز وجل. نعم. مسألة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، قال الترمذي حديث صحيح، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها، فيكون النكاح حراما باطلا للخبر، فإن تواطأ على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرك
الباطل أيضا نص عليه وقال متى أرادوا بذلك الإحلال فهو ملعون لعموم الحديث. يعني سواء صرح عند العقد لأنه إذا دخل بها يطلقها أو لم يصرح وإنما نوى هذا في نفسه وبينهما اتفاق سري بين الزوج وبين المحلل اتفاق سري ولم يصرحا به فالنكاح باطل لوجود النية الخبيثة فيه. نعم. من الأنكحة الباطلة أيضاً التي لم يذكرها المصنف نكاح المرأة في عدتها، نكاح المرأة في عدتها فلا يجوز لأحد أن يتزوج المرأة المعتد حتى تنتهي عدتها، بل لا يجوز له أن يخطبها ويصرح في خطبتها. قال الله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني العدة، فمن عقد على امرأة في عدتها فإن نكاحه باطل لأنها ربما تكون حاملا من الأول فتختلط الأنساب، وأيضا العدة فيها حماية للرجل الأول واحترام للرجل الأول فلا بد من انتهائها، إلا الزوج المطلق دون الثلاث، الزوج المطلق على عوض مثلا، الزوج المطلق على عوض فهذا طلاق بائن بينونة صغرى، لكن يجوز له أن يعقد عليها لأن الماء ماءه وهي في العدة، يجوز أن يعقد عليها وهي في العدة لأن الماء ماءه والبينونة بينونة صغرى ليست كبرى، أما غير الزوج فإنه لا يحل له أن يعقد على المعتدة حتى تنتهي عدتها. ومن الأنكحة الباطلة نكاح الخامسة، نكاح الخامسة وهذا سبق، نكاح الخامسة الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلو عقد على خامسة فالنكاح باطل حتى لو كان قد طلق واحدة من الأربع قبل أن تنتهي عدتها، ليس له أن يتزوج مكانها رابعة إلا بعد أن تنتهي عدتها كما سبق. نعم. باب العلوم التي يفسخ بها النكاح. نعم. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا فله الفسخ. العلوم التي يفسخ بها النكاح، العيوب جمع عيب وهو النقص، جمع عيب وهو النقص الذي يكون في أحد الزوجين إما في خلقته وإما في دينه وعرضه، العيوب على ثلاثة أقسام، عيوب خاصة بالرجال وعيوب خاصة بالنساء وعيوب مشتركة بينهما، فإذا ظهر لأحد الزوجين عيب في الآخر فإن له الفسخ، إذا ظهر لأحد الزوجين عيب في الآخر يمنع استمرار العشرة فإن له الفسخ، وإن كان في الزوجة يرجع الزوج بالصداق على من غره. نعم. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا فله الفسخ. من العيوب التي المشتركة
الرق، فلو تزوجها على أنها حرة ثم تبينت أنها مملوكة فله الفسخ، والعكس كذلك، لو تزوجته على أنه حر فتبين أنه مملوك فلها الفسخ، لأن هذا عيب يمنع استمرار الزوجية على الوجه المطلوب، ولأن الله حرم على الحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين كما سبق، إلا بشرطين: عدم وجود المهر للحرة وخوف العنت على نفسه. والمرأة كذلك، لا، الحرة لا يتزوجها عبد مملوك، فإذا غرر بها وظنت أنه حر وتبين أنه مملوك فإن لها الخيار، لأن بريرة لما عتقت، بريرة كانت مملوكة، فلما عتقت وهي تحت مملوك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه وبين الفسخ، فاختارت الفسخ، اختارت الفسخ. نعم، عتقت بريرة تحت مملوك يقال له مغيث، مملوك يقال له مغيث، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وفسخت النكاح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عندها وأراد، رغب منها أن تستمر معه لأنه تأثر، فلا، قالت: إن كان هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، وإن كان من باب المشورة فأنا أختار نفسي، فاختارت نفسها. نعم. أما إذا وجد الرجل المرأة مملوكة وقد تزوجها على أنها حرة فله الفسخ، وقد مضى ذكره في آخر باب ولاية النكاح. نعم. وإن وجدته الحرة مملوكة فلها الفسخ أيضا، لحديث بريرة وقد مضى أيضا. نعم. مسألة: وإن وجد أحدهما صاحبه مجنونا أو مجنوما أو أبرص فله الفسخ. إذا هذا عيب مشترك أيضا، الرق هذا عيب مشترك، وكذلك البرص والجذام، فإذا وجد أحدهما بالآخر برصا أو جذاما وهو مرض، نوع مرض تتساقط منه الأطراف، هذا الجذام، الجذام مرض تتساقط منه الأطراف، هو البرص داء يظهر على الجلد، داء يظهر على الجلد فيصبح الجلد أبيض، وسببه الله أعلم شيء في الدم، مرض في الدم، فإذا وجد أحدهما بالآخر برصا أو جذاما فله الخيار، حتى ولو كان فيه هو مثله، لو كان فيه مثله، فلو وجدت الزوجة في زوجها برصا لها الخيار ولو كانت هي برصة، أو العكس هو أبرص ووجدها برصة ولم يعلم فله الخيار، لأن الإنسان يكره من غيره ما لا يكرهه من نفسه. نعم. هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود. إذا وجد مسألة. نعم. وجد أحدهما صاحبه مجنونا. مجنونا، والجنون هو الإصابة بمس الجن ومخالطة الجن للإنسان، هذا هو المجنون، يخبلون عقله بسبب المس، والجني يدخل في جسم الإنس ويخالطه ويخبله ويسمى مجنونا، وهذا شيء ثابت قد ذكره الله في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا دليل على أن الجني يخالط الإنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري
من ابن آدم مجرى الدم. والواقع أيضا يصدق هذا، فإن الجن يخالطون الإنس ويخبلونهم ويتكلمون على ألسنتهم ويحدث منهم تصرفات غير مرغوبة، ولا ينكر هذا إلا إنسان مكابر أو ناقص المعرفة. هناك من ينكر مس الجن للإنس ويقول لا يتصور أن الجن يدخل في الإنس، وهذا إنكار للواقع وأيضا تكذيب للآية الكريمة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وللحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهذا إنكار للآية وللحديث وإنكار للواقع، وليس لهم شبهة إلا أن هذا تستغربه عقولهم، كيف جسم يدخل في جسم. أنا أقول الله جل وعلا أعطى الجن، أعطاهم مقدرة وخلقة خاصة بهم، يستطيعون صرع الإنس والدخول في الإنس، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. وإن استغربته عقول بعض الناس، نعم، فإذا وجد أحدهما الآخر مجنوناً، يعني هو تزوجها على أنها صحيحة وتبين له أن الجن يصرعونها في بعض الأحيان، وهو أو العكس هي تزوجته على أنه صحيح ثم تبين أنه يصرع في بعض الأحيان، فمن وجد في صاحبه شيئاً من ذلك فله الخيار، لأن هذا يكدر العشرة بينهما. نعم. أو مجذوماً أو أبرص فله البس، أو مجذوماً يعني مصاب بالجذام، أو أبرص مصاب بالبرص وهو تغير لون الجلد، البرص تغير لون الجلد بالبهق أو بالسواد، يعني فيه نوع من البرص يكون أسود، ولكن الغالب أنه يكون بهق، هذا هو الغالب. نعم. لأن هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود بيده، تنفر، لأن هذه العيوب تنفر تنفر السليم من المعيب، فلا تحصل العشرة المطلوبة. نعم. فإن ذلك يثير نفرة، ويخشى من تعديه للولد والنفس يمنع الاستمتاع، يخشى منه الوراثة، يخشى من هذا المرض أن يكون وراثيا يتعدى إلى الذرية، الجنون والجذام والبرص يخشى أن يكون مرضاً وراثياً يتعدى إلى الذرية، فهذا فيه ضرر مع ما فيه من التنفير، فإن الزوج يكره زوجته المصابة بهذه الأشياء، وكذلك العكس الزوجة تكره من زوجها هذه الأشياء. نعم. فلأجل إزالة الضرر يعطى فرصة الفسخ والاختيار ليزيل الضرر عن نفسه. نعم. وإن وجدها الرجل فتقى أو وجدته مجبوبا ثبت لمن وجده الكسب، هذه العيوب المختصة، الرتق هذا خاص بالنساء، والرتق انسداد الفرج محل العلاج، يكون محل العلاج مسدودا، هذا رتق. أو وجدته هي مجبوبا يعني مقطوع الذكر، مجبوب يعني مقطوع الذكر، هذا عيب ظاهر، ما تزوجته إلا علشان هذا، إذا كان مجبوب ما صار فيه فائدة. نعم. من أجل الاستمتاع ومن أجل الإنجاب، والمجبوب لا يحصل منه ذلك، والرتقة أيضا لا يحصل منها الجماع لأنها مسدودة الفرج، والزواج إنما يراد منه الاستمتاع والذرية. نعم. قضاء الشهوة. نعم. لأن الرتق والجب يتعثر معه الجب، لأن الرتق والجب، الرتق والجب، ها؟ لأن الرتق والجب، نعم، لأن الرتق والجب يتعثر معه الوقت بالكليه
تعذر معهما الوطء بالكلية، والزواج إنما يراد به الوطء الدرجة الأولى، قضاء الشهوة وإعفاف الفرج. والرتقى لا يمكن أن توطأ، والمجبوب لا يمكن أن يطأ لأنه ليس معه آلة. نعم. عبارة عن سجاد الخصر، والجلد عبارة عن مقطوع الذكر. نعم، يعني القضيب، مقطوع الذكر يعني القضيب. أما مقطوع الخصية هذا يقال له خصي، ويقال له موجوع، موجوع. نعم. فيتعذر الوقت فيثبت الفسق كالعيوب الأولى. نعم. مسألة، وإنما ثبت له الفسق إذا لم يكن علم بالعيب قبل العقد. نعم، هي له الفسخ بشرط أن لا يكون علم بالعيب قبل العقد. فإن كان علم بالعيب قبل العقد ليس له الفسخ، لا الرجل ولا المرأة. من علم منهما بالعيب قبل العقد فليس له الفسخ، لأنه دخل على بصيرة ورضي بالعيب. إذا علم أنها مجنونة أو أنها رتقة أو أنها برصة أو العكس، هي علمت أنه مجنون أو أنه مجبوب أو أنه أبرص أو مجذوم قبل العقد ورضيت به، فليس لها الفسخ بعد ذلك، لأنها دخلت على بصيرة ورضا، لم تخدع. نعم. فأما علم بالعيب قبل العقد أو وقت العقد، أو قال قد رضيته معيبا بعد العقد، أو وجد منه دلالة على الرضا من وقت أو تمكين مع العلم بالعيب، فلا خيار له. يعني من شرط، يعني من شرط الفسخ بالعيب أن لا يعلم به قبل العقد أو بعد العقد ويرضى به، يقول رضيت، لأنه إذا قال رضيت أسقط خياره. نعم. فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة فلم يكن له خيار كمشتري المعيبة. كمشتري السلعة المعيبة، إذا اشتريت سلعة وأن تعلم أنها معيبة قبل العقد فليس لك الخيار، أو لم تعلم إلا بعد العقد ولكنك قلت أنا رضيت بها معيبة، أيضا أسقطت حقك من الخيار. نعم. مسألة، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لأنه أمر مجتهد فيه. هذا شرط ثاني من شرط الفسخ بالعيب، أن يكون ذلك بحكم القاضي، لابد من حكم القاضي. فإذا حكم القاضي بالخيار لأحد الزوجين فله ذلك، أما بدون حكم الحاكم فإنه لا يعني. لأن تحقيق العيب وإثبات العيب لابد فيه من إثبات القاضي، وإلا كل يدعي، كل من لا يريد عدم الاستمرار يبي يدعي ان الاخر فيه عيب، لكن الشان في ثبوت هذا. والعيوب تختلف، قد يكون منها عيب سهل يسير ما يقتضي الخيار، فلا بد من نظر القاضي في هذا ليمنع الفوضى والتلاعب. نعم. مساله، ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم لانه امر مجتهد فيه، فهو كفسخ العله العنة معناها أن يكون الرجل فاقد الشهوة، عنين، عنين يعني فاقد الشهوة. الذكر موجود والخلقة موجودة، لكن الله جل وعلا لم يجعل فيه شهوة للنساء، هذا يقال له العنين. إذا تزوجته على أنه سليم ثم تبين أنه عنين فلها الخيار، لأنه يفوت عليها الغرض المطلوب من الزواج. نعم. يعني لو تزوجته على أنه غني ومنفق ثم تبين أنه فقير ما عنده شيء ينفق عليها، فلها هذا أيضا يثبت لها الخيار، لأن بقاءها بدون نفقة فيه ضرر عليها، لكن لابد من الرجوع إلى الحاكم ليتحقق من وجود هذا العيب. نعم. ويقال نعم، ولا يجوز
الفسخ إلا بحكم حاكم لأنها أمر مجتهد فيه كفسخ العنة وكالفسخ للإعسار في النفقة ويخالف خيار المعتقة فإنه يعني المعتقة تحت المملوك هذا متفق عليه بين العلماء فيثبت لها ولو لم يحكم به حاكم. أما بقية العيوب فهذه اختلف العلماء فيها، بعضهم يرى هذا عيب والبعض الآخر لا يرى هذا الشيء عيبا، فلأجل رفع الخلاف يرجع إلى القاضي لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذه قاعدة عند أهل العلم، حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. مسألة: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أدين سنة من تراقعه. إذا ادعت المرأة أنه عنين، أنه عنين يعني ليس فيه شهوة واعترف هو بذلك، لا صحيح أنا ما أجد فيه شهوة، فإنه يؤجل سنة لعله يتغير حاله، تأتي عليه الفصول الأربعة، فصل الربيع وفصل الصيف وفصل الخريف والفصول الأربعة، فصل الشتاء فصول أربعة فصول السنة، فإذا أتت عليه الفصول الأربعة وهو لم يتغير حاله ثبت أنه عنين فلها الخيار، لها الخيار، ولا يبادر بالفسخ أو إعطائها الفسخ لأنه ربما يتغير حاله، لأنه ربما يفقد الشهوة في فصل من الفصول وترجع إليه في الفصل الآخر. نعم. روي ذلك عن جماعة من الصحابة لما رد حكم أن عمر أجل عنين سنة، وروي ذلك عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم، ورواه أبو حفص عن علي رضي الله عنه. فما دام روي عن بعض الصحابة هذا وكذلك أن الفصول الأربعة يحصل فيها تغير في الإنسان فإنه ينتظر ولا يبادر بإعطاء الفسخ للمرأة. نعم. مسألة: فإذا نصبها المقام معه أو فراقه، يعني بعد ما تمر عليه الفصول الأربعة السنة ولم يتغير حاله ولم يجامعها فإنها تعطى الخيار حين ذاك، إما أن تبقى معه وإما أن تفسخ نكاحها منه لأجل إزالة الضرر عنها لأنه لا يعفها. نعم. وهو قول من سمينا من الصحابة الذين أجلوه سنة. نعم. وإنما أمكن سنة لأن العجع الوقت قد يكون خلقة وقد يكون المرض عرض به فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان ذلك من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف المزاج زال في فصل الاعتدال، فإذا مرت الفصول الأربعة ولم يقع علم أن ذلك خلقة، والعنين هو الذي في ذكره ضعف ما يقدر على العلاج، يعني لا ينتشر ذكره، لا ينتشر ذكره هذا عنين، قد يكون العنة خلقة وقد تكون لعارض، فإذا أجل سنة تبين أنه خلقة وليس لعارض. نعم. مسألة: إن اختارت فراقة لم يجلس إلا بحكم حاكم لأنه فسخ في موضع اجتهاد فافتقر إلى الحاكم كالفسخ للإعسار، هذا إذا لم تكن علمت بالعين قبل النكاح، فإن كانت علمت به أو قالت قد رضيت به عندنا في وقت فإن خيارها يبطل لأنها دخلت على بصيرة. هذا رجوع إلى ما سبق أن الخيار بالعيب في النكاح لا يثبت إلا بشرطين، الشرط الأول عدم العلم به عند العقد وعدم الرضا به بعد العقد، الشرط الثاني أن يكون ذلك بحكم القاضي ليرفع الاختلاف في الاجتهادات. نعم. وإن علمت بعد العقد وسكتت على المطالبة
لم يسقط حقها. إيه ما لم تصرح، ما لم تصرح بالرضا. لو علمت أنه عنين ولكنها سكتت، فيها حياء، أو أنها تنتظر تتمهل، سكوتها لا يدل على الرضا حتى تصرح وتقول قد رضيت، سكوتها لا يسقط حقها في المطالبة. نعم. لا نعلم في ذلك خلافا. نعم. لأن سكوتها بعد العقد ليس بدليل على الرضا، ليس بدليل على الرضا به، لأنه زمان لا يملك فيه المسك والامتناع من استمتاعه، فلم يكن سكوتها مسقطا لحقها كسكوتها بعد ضرب المفتاح وقبل انقضائها. نعم. مسألة، وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت به، عنتي وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت به بعد علمها، فأنكرت فالقول قولها، فالقول قولها، لأن الأصل عدم العلم والرضا. لو ادعى أنها راضية قبل العقد أو أنها رضيت بعد العقد بعنته وأنكرته، إن صدقته حكم عليه، وإن كذبته فالقول قولها، لأن الأصل عدم العلم وعدم الرضا، فلا يثبت ذلك إلا ببينة أو إقرار. بينة أو إقرار فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. مسألة، وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، أكثرهم يقولون متى رضي امرأته مرة ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها، لأنه قد تحققت قدرته على الوضع في هذا النكاح وزوال عدته، فلم تضرب له مدة كما لو لم يكن مرأها. نعم، إذا اعترفت أنه وطئها ولو مرة فليس بعنين. العنين هو الذي لا يطأ أبدا، فإذا اعترفت أنه وطئها دل على أنه ليس بعنين، ولكن صار معه فتور أو صار معه مرض يرجى أن يزول هذا الفتور وهذا المرض، لأنه ثبت أنه وطئها بإقرارها. نعم، وليس لها الخيار في هذه الحالة. نعم. مسألة، وإن ادعى ذلك فأنكرت، فإن كانت عذراء أوريت النساء ثقات ورجع إلى قولهم، فإن شهدنا أنها عذراء أدخل سنة. إن ادعى أنه وطئها وأنكرت ذلك، ادعى أنه وطئها من أجل أن يزيل عن نفسه الوصف بالعنة، وهي أنكرت أنه وطئها، فإنها تعرض على النساء، فإن وجدناها موطوءة ثبت كلامه هو، وإن وجدناها عذراء يعني لم تزل بكارتها فهذا دليل على صدقها تصدق. نعم، لأن هذا من العيوب الذي تعرفه النساء. نعم. فإن شهدنا أنها عذراء أمكن سنة، لأن الوطأ يزيل عذرتها ووجودها يدل على عدم الوطأ. نعم. وإن شهدنا أن عذرتها زالت فالقول قوله، لأنها تزول بالوطأ. زوال العذرة دليل على الوطأ. نعم. مسألة، وإن كانت كيبا فالقول قوله مع يمينه، لأن هذا مما يتعثر إقامة البينة عليه. إذا ادعى أنه وطئها وأنكرت وهي ثيب، فهنا لا يرجع إلى النساء، ويكون القول قوله هو، يكون القول قوله هو. نعم. فإن كانت ثيبا. مسألة، وإن كانت كيبا فالقول قوله مع يمينه، لأن هذا مما يتعثر إقامة البينة عليه وجلبته أقوى، فإن في دعواه سلامة العقل وصحتها. إيه نعم، إذا ادعى أنه وطئها وهي أنكرت وهي ثيب فلا مجال لعرضها على النساء، فيكون القول قوله مع يمينه، تكون اليمين على المدعي في هذا،
لأن جانبه أقوى في ادعاء الوطن، وهي ليس معها ما يثبت دعواها أو إنكارها، فجانبه أقوى يحلف أنه على دعواه ويقبل منه ذلك. نعم. ولأن الأصل في الرجال السلامة وعدم العيوب، ويحلف على صحة ما قال، لأن قوله محتمل للكذب، فرجحنا قوله بيمينه كما في سائر الدعاوى. نعم. وقال الفرقي يخلى معها ويقال له أقف ما أك على شيء، أي أخرجه فالقول قوله، لأن العلمين يضعف عن الإنزال، فإذا أنزل تبين صدقه فيحكم به، كما لو شهد النساء بعرضها فإنا نقبل قولها لظهور صدقها. هذا رأي للخرقي، الخرقي من قدماء الحنابلة، وهو أول من ألف في المذهب، أول من ألف في المذهب الخرقي، ألف مختصرا يسمى متن الخرقي، واعتنى العلماء بشرح هذا المختصر، ومن أعظم شروحه المغني، أعظم شروح المتن الخرقي كتاب المغني الموفق ابن قدامة. الخرقي له رأي في هذه المسألة، يقول إذا ادعى أنه وطئها وهي ثيب لا يمكن عرضها على النساء لأنها ثيب، فإنه يطلب منه الإنزال، يطلب منه الإنزال، فإن أنزل هذا دليل على أنه ليس بعنين، هذا يرجح صدقه، وإن تعذر إنزاله فهذا يرجح أنه عنين، لأنه لو كان غير عنين لا أنزل. نعم. فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإحذاه فهو مني، لأنه إنما الآن الأطباء يعرفون المني، يحللونه ويعرفون إنه مني. نعم. يعرض على الأطباء إذا ادعت أن هذا الماء ليس منيا، يعرض على الأطباء المختبرات، لكن يقول لك قد يكون هناك وقت ما فيها أطباء، الأطباء ما هو دائما موجودين، والمختبرات ما هي دائما موجودة، يقولون عند الناس يعني عند الناس عادات يعرفون بها المني من غيره، فيعرض على أهل الخبرة. نعم. وش يقول؟ فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، لأنه إنما يشبه بياض البيض، وبياض البيض إذا جعل النار يجتمع ويبس، وهذا يقول فيعرف بذلك، يعرض على النار. ها؟ فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، جعل المني على النار، فإن ذاب فهو مني، لأنه إنما يشبه بياض البيض، وبياض البيض إذا جعل على النار يجتمع ويلبس، وهذا يدوم فيعرف بذلك. من بياض البيض إذا عرض على النار يتجمد، ولذلك البيض يقلونه في الماء الذي يغلي من أجل أن يتجمد، المني بعكسه إذا عرض على النار يذوب، فإذا ذاب فهذا دليل على أنه مني، وإن تجمد فهذا دليل على أنه بياض بيض، لأنه قد بعض الناس يغر ويقول هذا مني وهو من البيض مأخوذ. وهذه العملية تنبه لها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما ادعت امرأة أن رجلا اعتدى عليها ونثرت على ثوبها شيئا تدعي أنه مني منه، أمير المؤمنين عرضه على النار فتجمد، فتبين كذبها، تبين كذبها وأنه ليس ماء رجل وإنما هو بيض. نعم. نعم. شو مرتين؟ نقرر أنها إن عذراء خلاص، ونقرر أن ثيب يكفي. نعم. ها؟ ما في شك. نعم. مثل قصة مريرة، إذا عتقت المرأة المملوكة تحت مملوك فإنها تخير، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم مريرة تحت مغيث. في النكاح
ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. نعم. والاصل في حديث الغيرة قالت عائشة رضي الله عنها: كاتبت الغيرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، وكان عبدا فاختارت نفسها. رواه مالك وابو داود والنسائي. نعم. ولان عليها عارا وضارا في قبلها حره تحت عبد، فكان لها خيار كما لو تزوج حره على انه حر فكان عبدا. نعم. مساله ولها فراق من غير حكم حاكم. هذه هي المسألة الوحيدة التي يثبت فيها الخيار من غير حكم حاكم، وهي إذا عتقت المملوكة تحت عبد فإن لها الخيار بدون حكم حاكم، لأن هذا حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس محلا للاجتهاد. أما بقية المسائل فلا بد من حكم حاكم، لأنها موضع خلاف بين العلماء واجتهادات، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا قرر القاضي أن هذا عيب فأخذ به، وإن قرر أنه ليس بعيب أخذ بقوله. نعم. مسألة ولها فراقه من غير حكم حاكم لأنه مجمع عليه لا يحتاج إلى اجتهاد. نعم. مجمع عليه وفي نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة فإن عتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، علمت أن لها خيار أو لم تعلم. نعم. هي عتقت وهو عبد، ثم قبل أن تختار نفسها عتق هو أيضا، سقط خيارها لأن المحذور زال، المحذور الذي من أجله أعطيت الخيار زال، فأصبح مساويا لها في الحرية. نعم. لما روى الإمام أحمد في إسناده عن الحسن بن عمر بن أمية قال: سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يضعها، إن شاءت فارقت وإن وضعها فلا خيار لها. لأن تمكينها من الوطء دليل على رضاها. تمكينها له من الوطء بعد عتقها دليل على رضاها، ليس لها خيار. نعم. وروى ابن داود أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد بن آل مغيث، وهي عند مغيث عبد بن آل أبي أحمد، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إن قربك فلا خيار لك. إن قربك يعني إن وطئك. نعم. فقال لها: إن قربك فلا خيار لك. وقد روي عن ذلك وقد روى ذلك عن عبد الله وحفصة. قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة. عبد الله يعني بن عمر، وحفصة بنت عمر أم المؤمنين. نعم. إذا ثبت هذا فإنه متى عتق فطر خيارها، لأن الخيار لدفع الضرر بالرق وقد زال برزقه فسقط خيارها كالمبيع إذا زال عيبه. نعم. فإن وضعها بطل خيارها، علمت بالخيار أو لم تعلم، نص عليه الإمام أحمد بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة: إن قربت فلا خيار لك، ولم يفرق. نعم. مسألة وإن أعتق بعضها فلا خيار لها، لأن الخيار إنما يثبت لمن عتقت كلها، ولا يلزم من ذلك ثبوته لمن عتق بعضها. المبعضة ليس لها الخيار لأن فيها رق، إنما الخيار لمن عتقت كلها كقصة بريرة. نعم. لأنه قد ثبت للكل ما لا يثبت للبعض. نعم. مسألة وإن عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها، لأن ما في ضرر، تساوى. إذا عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها، لأنهم تساووا في الحرية وليس عليها ضرر. نعم. لأن الخيار إنما يثبت لدفع العار بكونها حرة تحت عبد، وهذا منتف فيما نحن فيه.
كتاب الصلاة. نعم. فالمراد بالعبد والمراد بال... المراد به المملوك، هو المراد به عرف الناس اليوم. فالناس اليوم ان اللي ما هو قبيلي يسمونه عبد، لا هذا ما هو عبد، هذا حر، هذا حر. لكن هذه التسمية هذه عامية مع الأصل. نعم. كتاب الصداق. الصداق وهو المهر. الصداق هو المهر. مسألة غير القبيلي مع القبيلية هذه فيها تفاوت في النسب لا في الحرية والرق، تفاوت في النسب فقط، وهذا لا يمنع التزاوج بينهم ما داموا كلهم أحرار، لا يمنع التزاوج ولو كان هو قبيلي وهي غير قبيلية، أو العكس هي قبيلية وهو غير قبيلي، أنهم تساووا في الحرية. نعم. الصداق هو المهر الذي يدفعه الزوج بموجب عقد النكاح، وهو واجب، هو واجب على الزوج، قوله سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقات جمع صداق، فلو تزوجها من غير صداق فإنه لا بد من تسميته بمهر، تعطى مهر المثل، تعطى مهر المثل، إلا إن سمحت به له أو سمحت ببعضه فلا بأس، لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما إذا طالبت بالصداق فلا بد من دفعه، فإن كان مسمى في العقد أجبر على دفعه، وإن لم يكن مسمى في العقد فإنه يقدر بمهر المثل ويجبر على دفعه، لأنه حق للمرأة. والحكمة فيه والله أعلم أن فيه إكراما للمرأة، فيه إكرام للمرأة، وأنها لا تتزوج إلا في مقابل، فهذا يرفع من شأنها ويشرف مكانتها، لا تكون شيئا ممتهنا ينتفع به بدون مقابل وبدون مهر. والصداق لا حد لأقله ولا لأكثره، كل ما يصلح، كل ما يتمول فإنه يسمى صداقا ولو كان قليلا، قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، دل على أن أقله لا حد له، ولو كان شيئا قليلا ينتفع به، ولا حد لأكثره أيضا، لأن الشارع لم يحدد المهر لا بأقل ولا بأكثر، ولكن الأفضل والأولى عدم المغالاة في المهور، هذا هو الأولى والأفضل، عدم المغالاة في المهور. في الحديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فعدم المغالاة في المهور هذا هو السنة، وأن تكون المهور متوسطة في كل زمان بحسبه، تكون متوسطة ليست بالقليلة التي لا قيمة لها إلا عند الإعسار، فيكفي أقل شيء عند الإعسار، وليست بالكثيرة الباهظة التي تثقل كاهل الزوج وتسبب كراهيته للمرأة، لأنه كل ما نقم منها شيء يقول كيف أنا سيد حلال وسيد كذا وكذا وأنت كذا وكذا، لكن إذا صار مهرها يسير حببها إليه وتغاضى عن كثير من هفواتها لأنها جاءته متيسرة، لكن إن كانت ما جاءته إلا بمال ثقيل فإنه عند أدنى زلة يحاسبها ويتطاول عليها. فالتوسط في المهور والاعتدال فيها هذا هو الأليق والأولى، فلا تظلم المرأة ولا يظلم الرجل، ما يظلم الرجل بأن يثقل بالديون وتحمل بالنفقات، ولا تظلم المرأة لأن تهضم صداقها وحقها،
بل يكون المهر متوسطا في كل زمان بحسبه، هذا هو المطلوب. والمهر لا بد منه، لكن لو سمحت به أو ببعضه فلها الحق في هذا. نعم. كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا ألا أو كثر. كل ما جاز أن يكون ثمنا في المبيع جاز أن يكون صداقا، لأن الصداق معاوضة مثل البيع، معاوضة بما استحل من فرجها مثل البيع تماما. فكل ما صح أن يكون ثمنا صح أن يكون صداقا. والثمن يجوز أن يكون دراهم ودنانير، ويجوز أن يكون عروض، عروض يعني بضائع، طعام أو شراب أو لباس، قماش أو سيارة أو غير ذلك، عروض يجوز، يجوز أن يكون الصداق عروضا، أو من الإبل، عدد من الإبل أو من الغنم أو من الخيل أو حتى من كل ما يتمول من البهائم كالحمير والبغال. نعم. ويجوز أن يكون الصداق منفعة، كما في قصة موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. هذه منفعة، تزوج موسى عليه السلام برعاية الغنم 8 سنين أو 10 سنين، هذه منفعة، ما أعطاها دراهم ولا أعطاها مال، وإنما أعطى وليها رعاية الغنم هذه المدة، دل على أن المنفعة تكون صداقة. وكذلك لو تزوجها على أن يعلمها القرآن يكون ذلك صداقا أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن تعلمها إياه، أو يعلمها النحو أو الحساب أو أي مهنة من المهن، تعليم سواء كان تعليم علوم شرعية أو علوم غير شرعية مما يحتاجه الناس كالحساب والمهنة الخياطة أو النسيج أو غير ذلك، لأن هذه منافع تنفع. فالصداق يكون مالاً ويكون منفعة، يكون مالاً ويكون منفعة، وإذا كان مالاً فيكون نقوداً أو يكون عروضاً. نعم. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهيل بن سعد: التمس ولو قاتلا من حديد. وقال سبحانه: هذه امرأة جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، صوب نظره إليها، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يرغبها فبقيت. فقال رجل من الحاضرين: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها رغبة. فطلب منه المهر، فالرجل ليس عنده شيء، راح ودور، قال: التمس ولو خاتما من حديد. راح ودور ما لقى شيء ولا خاتم من حديد. في النهاية قال له: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. قوله سبحانه: وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني 100 رطل ذهب. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا مثال للكثرة، لكثرة الصداق، هذا دليل على أن الصداق لا حد لأكثره، وأنه للزوجة مهما كان ولو كان كثيرا، قنطار للزوجة ليس للزوج فيه شيء. نعم. شو قفت علي؟ لا؟ طيب يكفي. وله من زوجته أولاد وعليه الحكم هذا الشراء.
يراجع القاضي للنظر في هذا الزواج والتحقق من كونه شغارا. فإذا حكم القاضي بأنه شغار وفرق بينهما فأولاده تبع له، لأنه وطء بشبهة، والوطء بالشبهة يلحق به النسب، يلحق به الأولاد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم أولاد المحلل إذا ولدت للزوج الذي تزوجها لغيره؟ الأولاد الذين يكونون بعقد باطل أولاد زنا، عقد الباطل يكون الأولاد فيها أولاد زنا، النكاح المحلل هذا باطل، يكون أولاده ينسبون إلى أمهم ولا ينسبون إليه. نعم. فضيلة الشيخ، هل تعدد الزواج هو الأصل في نص الآية؟ وش الداعي للبحث بهذا؟ هل هو الأصل ولا ما هو الأصل؟ الله أباح هذا خلاص، أباح أن الإنسان يتزوج واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة. أما أننا نبحث ما هو الأصل، هل هو التعدد ولا الإفراد، هذا تكلف لا داعي إليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم زواج الرقي الذي يتم إذا توافرت الشروط للولي والشاهدين ورضا الزوج والزوجة كل منهما بالآخر وانتفت الموانع لا تكون من المحرمات عليه كما سبق؟ فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فالعقد صحيح، سواء سميته عرفيا أو سميته رسميا، المدار على توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما إذا كان هنا الشروط غير ما متفقة أو فيه موانع فهو وإن كان رسميا فهو باطل، وإن كان رسمي. نعم. فضيلة الشيخ، ما الراجح في نكاح الشغار إذا كان بينهما صداق وحصول رضا من المرأتين؟ الراجح أنه صحيح، أن العقد صحيح، لأن هذا الذي عليه الجمهور وهو المذهب، ولزوال المحذور وهو ظلم النساء وجعلهن مهورا بعضهم لبعض، إذا وجد المهر زال المحذور. نعم. ولأن هذا فيه حل لمشكلة، يعني قد يكون إنهم تزوجوا على هذا ومضى عليه سنين وجاهم أولاد، كونك تبي تبطله وفيه خلاف ومذهب الجمهور صحته صعب الموضوع. أما إن كان عند البداية، البداية أمرها سهل، لكن إذا كان مضى عليه وقت هذا صعب إنك تبي تقول انه باطل. نعم. قضية الشيء، تزوجت قريبة لي ولم يسمى مهر في العقد، وبعد الدخول اعطيتها مبلغ من المال قدرته من نفسي، والسؤال لو كان هذا المبلغ دون المهر للمثل ان يجب علي شيء؟ اذا رضيت به الحق لها، اذا رضيت به فالحمد لله، ولو كان ريال واحد اذا رضيت انتهى المشكلة. أما إذا لم ترضى فلا بد من الرجوع للقاضي ليقدر مهر المثل. نعم. فضيلة الشيخ، شخص معتاد أن يصوم يوم الخميس، فإذا دعي إلى مناسبة فهل يجيب الدعوة ويفطر، أم يرد الدعوة ويستمر في صيامه مع أن صيامه صيام نفل؟ هو بالخيار، هو بالخيار، إن شاء ذهب وإن شاء لم يذهب، وإذا ذهب هو أيضا بالخيار، إن شاء أكل ونقض الصيام، لأن الصيام نفل والنفل يجوز نقضه، إنما الذي يحرم نقضه صيام الفرض أداء أو قضاء، أما النفل يجوز نقضه. فإذا ذهب فهو بالخيار، إن شاء نقض الصيام وأكل، وإن شاء دعا وانصرف، من أجل أن يطيب خواطرهم، يحضر ويطيب خواطرهم ويدعو لهم وينصرف ويبقى على صيامه، مخير في هذا. نعم. نعم. الأفضل في حقه إن كانوا يتأثرون إذا ما حضر، فالأفضل أنه يحضره يما يأكل، وإلا يدعو لهم ويخبرهم أنه صائم ويدعو لهم. نعم. فضيلة الشيخ، أليس قوله تعالى وآتيتم التهمة إطارة في الكل؟
لا، هذا المهر المقصود به المهر، ما هو المراد به الخلع. الخلع في قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذه التي في الخلع. أما الآية الأولى، الآية التي في سورة النساء، المراد به المهر. نعم. أما الوالد فله أن يأخذ من مهر ابنته ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالوالد له أن يأخذ، لكن ينبغي أن يراعي حالة البنت، إذا كانت تتضرر يبقي لها شيء، يبقي لها شيء من المهر. أما غير الوالد من أوليائها كأخيها وابنها وإلى آخره، فليس لهم أن يأخذوا من صداقها إلا ما طابت به نفسها، إلا برضاها وطيب نفسها. نعم. هذا ليس محرم. إذا باع سيارة بسيارة، يعني جعلت السيارة في مقابل السيارة الأخرى، فلا، هذا طيب لا بأس. ويجوز أن يكون مع السيارة الثانية شيء من المال، إذا كانت السيارة الثانية أحسن يجعل مع الناقصة شيء من المال مقابل السيارة الجيدة، ما في مال. إنما الممنوع تبيع سيارتك عليه ب10,000، بشرط أنه يبيع عليك سيارته 5,000، يعني كل واحدة لها ثمن، هذا هو الممنوع، لأن بيعتين في بيع. أما بيع سيارة بسيارة هذه بيعة واحدة، بيعة واحدة ليس فيها بأس. نعم. حسب النية، إن كان قصده الدعاء فلا بأس، ما هو قصده التلاوة، قصده الدعاء فلا بأس. أما إن كان قصده التلاوة فلا تجوز في الركوع ولا في السجود. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.